ينضم لنا عبر الهاتف مباشرة من الرياض عضو اللجنة القانونية في الائتلاف السوري دكتور هشام مروة. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا المعارضة السورية أشادت بهذا الاتفاق الروسي الأمريكي طبعا من أجل التوصل إلى هدنة، هل هذه ملامح لبداية انفراج في الملف السوري؟ لا، مساء الخير لك والأخوة المشاهدين. الواقع أنه يعني المعارضة السورية والائتلاف وهي عليا المفاوضات كما تعلمين هي حريصة كل الحرص على وجود حل سياسي وعلى استئناف عملية تفاوضية، ونأمل أن يكون هذا الاتفاق مقدمة إن تم الالتزام به إن أنجز. كما تعلمين عندنا ذاكرة سيئة الحقيقة حول اتفاقات الهدنة التي تم توقيعها وبإجماع من قرار من أعضاء مجلس الأمن في قرار 2262 ومن قبل القرار 2254، للأسف لم تطبق هذه القرارات الصادرة، ولذلك الحقيقة شكوكنا كبيرة جدا بخصوص التزام النظام وحلفاء النظام بهذه الاتفاقية. بالتأكيد إذا كان هناك نوع من الالتزام وتحققت فعلا على أرض الواقع مناخات تساعد على استئناف العملية التفاوضية، فالهيئة العليا للمفاوضات تتخذ قرارها باستئناف بالموافقة على المشاركة في المفاوضات التي قد تدعو اليها هذه الصورة في نهاية هذا الشهر. دكتور، فيما يخص موضوع الالتزام الأطراف، خاصة يعني دائما يعني أسئلة الاستفهام أو تساؤلات تطرح عن مدى التزام ربما النظام بمثل هذه الاتفاقيات، هل للجانب الروسي يمكن أن يكون له ربما أي نوع من الضغط على النظام ليلتزم بهذه الخطة الآن بما أنه الجانب الروسي هو من اتفق مع الجانب الأمريكي على هذه الخطة؟ بالتأكيد للجانب الروسي دور مهم في التأثير على الأسد وعلى قدرته على اتخاذ قرارات من هذا النوع، ولكن المشكلة عندنا مع الروس أنفسهم. يعني الروس أنفسهم هم من وقعوا قرار 2268 وهم من وقعوا قرار 2254 الهدنة وإيصال المساعدات وفك الحصار، ولم يتحقق شيء من هذا، على العكس تماما. الذي تحقق هو تهجير عرقي، حصار كما الآن ونحن نتحدث اليوم يعني بشكل مفاجئ، وجاء في تقريركم قبل قليل كيف جرى قصف لسوق شعبي في مدينة إدلب، ذهب عشرات المدنيين. فكيف وهذا لا يجري باشتراك باطلاع روسي؟ هكذا تكون مقدمات بناء الثقة لتحقيق اتفاقات أو لإنجاز اتفاقيات هدنة؟ يعني الحقيقة الأسئلة عريضة جدا. المشكلة ليست فقط في قدرة الروس، المشكلة في قناعة الروس للحل السياسي. الروس من خلال حتى هذه اللحظات، ونتمنى أن يتغير في المستقبل القريب، حتى هذه اللحظات كل ما يقومون به ليس أكثر من دعم للأسد والدعم لبقاء الأسد ومحاولة الالتفاف على أي اتفاقية هدنة قد توقع. يعني حتى هذه الهدنة، حتى هذا الاتفاق، موضوع تحديد المناطق التي لا يجوز ضربها، هذه المناطق أي كيف ستكون؟ وبالتالي ذريعة وجود بعض العناصر الإرهابية في أي منطقة ستكون مقدمة لضرب هذه المنطقة. كثير من الأسئلة الحقيقة على تفاصيل هذا. طيب دكتور، لذلك نعم، يعني هذا الاتفاق الروسي الأمريكي وهذه الإشادة خاصة من المعارضة بهذا الاتفاق ربما بعثت بالأمل عند الشعب السوري، خاصة عندما يرى بأن المعارضة السورية أشادت بهذا الاتفاق. فيما يخص الانتقال السياسي للشعب السوري الذي ينتظره، يعني هو إذا ما نظرنا بنظرة تفاؤل، إذا ما التزم كل هذه الأطراف بهذه الخطة وهذه الاتفاقية، إلى أي مدى فعلا تطبيقها سيسهل من هذه العملية عملية الانتقال السياسي؟ إذا طبق هذا الاتفاق ولم يحتوي على أفخاخ موجودة هنا وهناك، وكان الروس قبل الأسد صادقين في تطبيق وقف إطلاق النار ووقف القصف، فهذا الأمر كما قلت سيهيئ مناخات تساعد على استئناف العملية التفاوضية. لكن العملية التفاوضية تهدف إلى ماذا؟ ليس فقط إلى هدنة وقف أعمال عدائية، تهدف المفاوضات إلى انتقال سياسي إلى تطبيق بيان جنيف الذي يعني تشكيل هيئة حاكمة انتقالية وفق الرؤية التي طرحتها الهيئة العليا للمفاوضات من أيام في لندن. يعني خارطة الطريق واضحة تتحدث بشكل جدي وبشكل رزين ورصين من أجل تحقيق انتقال سياسي، لكن بكل تأكيد في هذا الانتقال السياسي لا يقبل أي ممن كان موجود اللي ارتكب جرائم بحق السوريين أن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية. هذا الأمر على درجة عالية من أهمية طبعا الوقوف عنده، لا الأسد ولا رموز. نعم دكتور، حكمه. نعم، أشكرك جزيلا على هذه المداخلة دكتور هشام مروة عضو اللجنة القانونية في الائتلاف السوري، كنت معي عبر الهاتف مباشرة من الرياض.